السائل يقول: هل يجوز صرف الزكاة لأسرة فقيرة أحد أفرادها لا يصلي؟ نعم، يجوز أن تعطي أسرة فقيرة عندهم خادمة مثلا مسيحية أو وثنية تأكل معهم، يجوز تعطي كفارة يمين، تجيب لهم رز ودجاج وهي تأكل معهم، ما في شيء. وإذا كان ولدهم أيضا ما يصلي أو عندهم بنت ما تصلي، يجوز تعطيهم الغالبية. لكن لو أن هذا الإنسان اللي بتعطيه هو ما يصلي وحده ولا عنده أحد، لا تعطيه، راح أعطي واحد يصلي. نعم، أحسن الله إليكم.